غير هو الصراحة الله دابا ولات واحد كما كنقولوا واحد تسويق لواحد التنمية الذاتية. هذا جرد المحلل النفسي والمرشد النفسي من القيمة ديالو. دابا أي واحد يقدر يدير الكوتشينغ طبيعة الحال، كنشوفوها بزاف في المجتمع ديالنا، وكيديروا جلسات والناس كتثق فيهم وكيديروا جلسات بفلوس صحيح. وحنايا كنعرفوا ان بزاف ديال الاشاعات كيخرجوا على المحللين النفسيين او الاطباء النفسيين لا بان اللي كيمشي عنده هو راه احمق او لا مصاب باضطراب عقلي او لا ما يشابه هذا. طيب، وفي البدايه قلتيها يعني مجرد اشاعات وخرافات. الى جينا نهضروا على الواقع ديالنا في المغرب، فمازال علم النفس ما عندوش ديك ما واخدش حقه، ما عندوش داك التأثير وديك الضجة الإعلامية والضجة الاجتماعية والضجة العلمية. علاش؟ حيت مازال عندنا ناس كيأمنوا باللي نمشي عند الفقيه ونمشي ندير الشعوادة، نمشي ندير هادي، وما نمشيش عند أخصائي نفساني ولا طبيب نفساني. هنا غادي ندخلوا في واحد الحاجة سميتها الثقافة والأعراف. ولا جينا كما قلت لك في الأول، راه كنلقاو الناس كيقولوا راه طبيب نفساني حمق، ولا كان شي واحد بعقلو كيعرف بلي طبيب نفساني أو لا معالج ولا أخصائي نفساني هو واحد الشخص اللي كيمشي عندو الإنسان ويقدر يعطيه حلول ويقدر يعالجو من الحالة ديالو ويعرف شنو عندو ويعطيه إرشادات وتوجيهات، وجات يقول لواحد صاحبه في القهوه انا راه غادي نمشي عند فلان، كيقول واش انت حمق وغادي تمشي عند حمق؟ يعني هاد الوصمه الثقافيه ديال اللي واخدها المجتمع لا علم النفس عموما والطب النفسي خصوصا هي اللي مازال كتاثر في المجتمع. والا جينا نهضروا على اهميه الاخصائيين النفسيين في المجتمع، فغادي نلقاوهم عندهم اهميه توازي الأهمية ديال المعلم أو لا أكثر من ذلك. نعطيك مثال، في الدول المتقدمة في كل مدرسة سواء عمومية أو البريفي ومن جميع مراحل ومستويات التعليم، الروض، الابتدائي، الكوليج، الليسي وحتى الجامعة، كنلقاو في كل مدرسة أخصائي نفسي ابتداء مرو حتى الجميع. علاش؟ هذاك الطفل اللي غيجي عندي انايا يقرا عندي في الروض في المدرسه، كي ندير انا نعرف انه ما كيعانيش اضطرابات ذهنيه اولا في اضطرابات في النوم ولا عنده اضطرابات على مستوى التعليم والتعلم، فاش كيكون اخصائي في الروض فراه كيشخصنا اي طفل عنده تمايا، وخص داك الملف اولا داك التشخيص اللي دارو داك الاخصائي النفسي في الروض خصو يرافق داك الطفل في جميع مراحل الحياه المدرسيه ديالو حتى للجامعه. واي خلل، علاش كنقول لك انا يبدا داك الشيء من الروض حتى للجامعه؟ يقدر يكون شي خلل مثلا في الابتدائي اولا في المراهقه ولا في المراهقه. يعني هادو هما المراحل اللي خص يكون فيهم حضور الاخصائي النفسي. لهذا حنا مازال كنشوفوا بلي المغرب ما واخدش هذا الاتجاه هذا ديال انه نفرضوا كل مدرسه سواء بريفي ولا عموميه يكون فيها سيكولوج. وشفنا بعض الاطفال اللي كيعنفوا حتى والديهم، وشفنا بعض السلوكيات اللي خارجه عن الاراده ديال الاباء كاملين. ولكن يعني السؤال ديالي هو شنو ممكن اننا نديرو حنايا كاباء لهاد الاطفال هذا، ولا كتحليل نفسي شنو كيوقع بالضبط على هاد الاطفال هادو؟ بالنسبه لاول حاجه اللي خصنا نديروها هي اننا نعرفوا قيمه الطفل ديالنا. راه ماشي سهل اننا نكونوا في واحد يكون الطفل ديالنا في واحد القوقعه اللي هي مول في خروج
وما كاين لا حجر صحي لا حتى شي حاجه، مول في لعاب، مول في تلاقى مع صحابو، وبين عشيه وضحاها يلقى راسو محاط في الدار بربعه د الحيوط، ما محقوش يخرج، ما محقوش يدير. فاش كتقول له، فاش كيقول لك علاش ما بغيتيش تخليني نخرج، كتقول له جوج كلمات، كتقول له كورونا. لا ماشي هكا كنتعاملوا مع الطفل. اول حاجه خصنا نديروها هي اننا نفهموا مع الطفل شنو هي كورونا، وشنو هي الاوضاع اللي كيمر منها العالم وخصوصا المغرب، وعلاش درنا الحجر الصحي، وعلاش وعلاش. ونفهموا الطفل، راه الطفل ذكي. الا كنا كنقولوا راه الطفل غنسكتوه بجوج كلمات، راه لا، راه الاسئله اللي عند الطفل كتقارن الاسئله السقراطيه ديال سقراط. راه عنده اسئله، راه الطفل تيقول لك فين هو الله، راه سؤال، هذا راه سؤال وماشي اي سؤال، راه سؤال كبير. يعني انت فاش كتقول له جلس راه كورونا، راه ما غاديش يتقبلها. خصك تشرح ليه مزيان وتفهمه. فاش كنجلس انا مع الطفل ديالي وكنشرح ليه مزيان وكنفهمو، كيبدا عنده التقبل، كيولي هو الا شافك خارج كيقول لك لا ما تخرجش، راه كورونا، راه الحجر الصحي، يشدوك البوليس. اكيد. فوالا. وشنو كيديروا اغلبيه ديال الاباء؟ كيوقعوا في واحد الخطا فادح، هو انني باش نسكتو نعطيه الطابليت ولا التليفون ولا نشعلو التلفازه. لا، هذه فرصه باش نتقرب انا من الطفل ديالي. من خلال ماذا؟ من خلال مجموعه من الالعاب التربويه. شنو هاد الالعاب التربويه؟ نشوف الطفل ديالي شنو عنده، شنو المكنونات اللي عنده، شنو المواهب اللي عنده لداخل، نرسم معاه، ندير العاب تربويه ذكيه، نشوف الطفل ديالي المستوى ديال الذكاء ديالو، نعمر له وقته بمعنى الكلمه، نقرا معاه في الدار الا كان التعليم عن بعد، نقرا معاه هو في الدار، وغيرها من الانشطه اللي نقدر نتقرب بها للطفل ديالي ونعرف شنو عنده. بما انك جبتي التعليم عن بعد، السؤال ديالي كان كيصب في هذا المساله هذه. حنايا شفنا واحد التغير مفاجئ، يعني العالم ما كانش كيتوقع هذه المساله هذه، ولقينا ان الدوله ديالنا وضعت المواطنين في واحد الاختيار ديال اما التعليم عن بعد او التعليم عن قرب. فبطبيعة الحال كاين بعض الاباء اللي غيخافوا على الابناء ديالهم وما غاديش يصيفطوهم للتعليم عن قرب للعديد من الاسباب. يعني شنو ممكن انك تقول لنا في هذه الحاله هذه؟ تبرمج الطفل على شي حاجه كان كيعيشها في الاول وتجي وتبدل له كل شيء فجاه، ما تعطيه حاجه اخرى. يعني من اصعب الامور خصوصا بالنسبه للاطفال، يعني كانسان راشد تقدر تقنعه بهذه الامور، ولكن بالنسبه للطفل لا. كيفاش انا كنت كنمشي للمدرسه، كنحضر، كنقرا، كنجلس مع الدراري صحابي وكنقراو كاملين مجموعين، والاستاذ كنشوفو كيشوفني كيجي عندي وكيشرح لي كيفاش انني نتعامل معاه عن بعد بالتليفون ولا بالطابليط ولا بالتلفاز. هنا خصنا نهضروا على واحد الحاجه مهمه اللي هي التعليم عن بعد هو داخل، وماشي داخل فقط، هو كما كنقولوا حل ثاني. يعني ما عندناش شي حل اخر. الا مشينا حضوريا في ظل هذه الازمه هذه، فحنا كنخاطروا بولادنا وكنخاطروا بنفسنا. اذا الاختيار الامثل كيبقى التعليم عن بعد، الى انها تجي ربما تحصل الامور وتحصل الوضعيه ومن بعد يكون التعليم الحضوري. وبهذا نرجعوا للنقطه الاساسيه اللي هضرنا عليها قبيله، هي انني نشرح للطفل ديالي انه احسن وسيله للتعليم حاليا هي، وفي ظل هذه الظرفيه، هي انني نقرا عن بعد ونشرح ليه علاش وكيفاش وبزاف الامور باش يتقبل. يعني المركز ديال المشكل فين كيكون؟ هو انني نعرف نشرح للطفل ديالي كيفاش يتقبل هذه الامور.